وخواتاتو كيعاود القصه ديال عزيز، واحد الشاب اللي غادي يضطر يرجع لبيت العائله من بعد الوفاه ديال الوالدين باش يقوم بخواتاتو، لان هو الذكر الوحيد اللي كاين في العائله، وكيلقى راسو عايش مع سبعه البنات في نفس المنزل، وغادي يدوز واحد اليوميات شي شويه فريده من نوعها، لان خاصو يسير المشاكل خواتاتو ويسير الاحلام ديالهم ويسير يعني لي كاركتر ديالهم، خصوصا وانه الدراسه ديالو كيدير علم اجتماع وكيوز الرساله ديالو على وضعيه المراه في المجتمع، وكيلقى راسو وسط الرساله اللي هما خواتاتو اللي كان اصلا في الاول كان مصوبه على سبعه الفصول وخواتاتو سبعه، لو كل وحده كيدير عليها واحد الفصل، ومنهم هو كيستافد وكيتعلم وكيعاود يعرف بان تعرف شنو هو المراه، فتعرف شنو هو المراه شنو هو لي كاركتر، لان في خواتاتو كل وحده وكاركتر، كاينه يعني الموديرن، كاينه اللي بنت، كاينه ربات البيت، كاينه اللي خدامه مطلقه، كاينه اللي قاريه، كاينه اللي كمازا كتقرا، الوغ كيكتشف هو يعني الرساله ديالو من جديد في وسط خواتاتو. لعب على بيرسوناج ديال فوزيه الحنينه الهبيله في خواتاتها، هي ماشي الكبيره في الخواتات ولكن كتلعب الدور ديال الخت الكبيره، بحكم ان الام والاب ديال هاد الاسره توفاو، الوغ الاخ سمح في قرايته باش يراعي البنات، خدم في دومين اللي ما كيفهمش فيه غير باش يقدر يكسب القوت اليومي ويوفر لخواتاتو داكشي اللي كان موفرو ليهم الاب الله يرحمه. الوغ فوزيه لعبت لو رول ديال لا دوزيام مامون اللي كترعى الخواتات ومراعيه كل وحده تتحقق احلامها وامالها، سمحات حتى هي في قرايتها وما بغاتش تزوج، اي خطيب كيجي كتقول له لا عندي خواتاتي، وهاد الكاتيجوري ديال النساء عندنا في المجتمع المغربي بزاف اللي كيشتغلوا بنكران داس وكتلقايها كتسمح في حياتها كامله على وديت والديها ولا على وديت خوتها ولا شي حد من العائله اللي مريض وكتفيها كتقابلوا، عندنا هاد الكاتيجوري في المغاربه و سي بيان دو مونتري سا قدام العالم العربي كامل، الكره ها المراه المغربيه علاش مميزه، راه ممكن تسمح كل شيء على وديت خوتها ووالديها ايتو، فهكا دايره هي فوزيه سي لا دوزيام مامون، لقات راسها كتلبس تحويج ماماها وكتحابي على خواتاتها، اللي مرضات راه هي الاولى، اللي فرحانه هي الاولى، دائما حاضره في الفرح وفي القرح ديال خواتاتها. دوري دور عتيقه، الاخت الكبرى للاخوات السبع مع الاخ ديالهم عزيز، معلمه متزوجه وعندها ابن، وهي اللي كي سونسي زعما هي الاخت الكبرى، يعني هي اللي كتهدن الاجواء ملي كنتجمعوا كاملين في الدار وكتنوض القرباله، لقينا بان هي الحمقى وهي اللي كتنوض صداع اكثر من خواتاتها. شخصيه قريبه على قلبي جدا، احببتها كثيرا واشتغلت فيها بقلبي وزعما وعطيت كل ما عندي، واتمنى ان شاء الله تروق للجمهور الكريم وتكون عند حسن ظن. خواتاتو سيتكم كتابه مشتركه انا وصديق عدنان محجه، كنلعب دور ديال رضا، واحد خاطب من سبعه خواتاتو. غنخليكم تعرفوا عليه من بعد، هو شخصيه فريده شويه. سيتكم اخواتاتو بالنسبه لي انا كوميديا اجتماعيه غنيه، لانها كتطرق للاسر اللي عدد الافراد ديالها كثار، خصوصا البيت اللي او الدار اللي كيكون فيها البنات، تيكون فيها بزاف ديال المرح، تيكون فيها بزاف ديال العلاقات، بزاف ديال الاشياء جميله حاولنا احنا نجسدوها. كوميديا خفيفه، كوميديا الموقف، ما كاينش هذاك المبالغه في الاضحاك، وانما كانوا مواقف انتم غادي تعرفوا عليها من بعد. نتمنى نكونوا توفقنا فيه ونكون توفقت انا في الدور ديالي ضمن هذا السلسله. ماريا هي واحد الشخصيه اللي الناس ما كنظنش بانهم غيشوفوها بانها كتضحك، حيت ستريكت 100%، بما ان فوزيه كتدافع على المصالح المنزليه ديال الدار ديال العائله وكل شيء، الوغ ماريا كتدافع على المصالح الخارجيه القانونيه، ما كتسامحش في حقها، واخا ما كتحاول تبين بان راه ما قريباش خواتاتها، ولكن هي كتحن فيهم بطريقتها. الوغ نتمنى الجمهور المغربي يشوف هذا الجانب اخر اللي نقدر نقدمه في الشخصيه اللي بالنسبه لي انا جديده. الشخصيه ديال ناديه خطيبه رضا اللي عزيز عليها الكوره بزاف، واحد الشخصيه اللي مختلفه على كل شخصيات اللي لعبت، وكانت بالنسبه لي واحد التحدي، اولا لانها كوميديا، وثانيا لانها شخصيه اللي عندها بزاف ديال النقاط متباعده عليا بعيده عليا.